الجيش الملكي دائما نحترم الجيش واحترم جمهور الجيش رغم بعض العناصر لا تحب الحقيقه قبل من نجي كانوا كاتورزيام هذوما واش تناساو شي وحدين نوضوا معايا البلباله في الفريق الجيش الملكي كان الهدف الاساسي هو نكونوا لا باز دو ليكيب اللي غتلعب دون تروا زون ثلاث سنين تبدا تلعب دوريات ثلاث سنين دابا خصهم يلعبوا الدوري خصهم يعترفوا بالاشخاص اللي كيتكلموا العام راه لا بريبارسيون فونسيغ هي لا سيزون راه حنا بريبارنا الفرقه مع مع السي بوهلال ولا السي سلامات ولا السي المعين آه البدني اللي كان معنا سي عبد الرزاق درنا واحد العمل جبار حنا كمغاربه كنحقروا بعضياتنا فهمتي وكنردو كنقزموك رغم انك كتخدم كت كت النية ديالك ومن القلب ديالك وكت كت كت الفرقة اللي لقبتنا كن كنراعيو تاع على على الجيب ديالها، ولا سيما بعض الأشخاص اللي لا يفقون شيء في كرة القدم كيجتهدوا كي فقط في الفيسبوك والسب والشتم واحتقار الاطار الوطني واحتقار اللاعبين انت اللي كتكريتيكين وكتدخل معايا في خطاك وتدخل معايا في الشونجمون واش عندك شي ديبلوم بعدا واش قريتي تدريب واش عرفتي عشتي معايا الاسبوع كيفاش عيش انا مع اللاعبين واش عرفتي المشاكل اللي عندي مع اللاعبين انا خصني تغير شويه العقليه لا بغينا نمشيو لقدام بكره القدم المغربيه